خلينا شباب ناخد كيف بدنا نعمل ريندر للتمبلت ل ديكشنري الأحرى نستد ديكشنري في تيبل، لأنه هذه إنه بتلزمك بشكل كبير إنه أنت تعمل ريندر للنتائج عندك في تيبل. إحنا عملنا قبل هيك سابقا، بعتقد كان في عنا مثال إنه إحنا جبنا الوورد والفريكونسي تبعها، صح؟ إيش قلت أنت؟ والعلامات؟ لا، إشي تاني. عملنا إنه الكلمة والتكرار تبعها، صح؟ تمام؟ فجيت بدنا نشوف، لأنه بدي أشرح لك فيها جزئية برضه نستد ديكشنري. فخلينا نعرف صفحة هنا app list students، اسم الصفحة بهذا الشكل. نعرف الدالة def list std طبعا في الدالة هذه يفترض ان يكون في عندي students، وهذول students بدي اعملهم نظام nested dictionary. واخد بالك؟ dictionary انا عندي الاساس تبعه انه هو key و value. فبالتالي انا عندي راح يكون الكي والفاليو هو عباره عن ديكشنري، ديكشنري جوا ديكشنري. يعني على سبيل المثال ناخذ هذا الطالب 1/2019 1/1/22، هذا الكي والفاليو راح يكون عباره عن ديكشنري، تمام. وهذا الطالب الثاني 2 2 3 3، خليني أعبيهم عشان بس بدي أغير أنا في الأسماء. فبالتالي هنا في الديكشنري هذا في عندي نيم، أحمد، والديبارتمنت بطبيعة الحال بيدرس مالتي ميديا، نعم. ليش ليش بدي اغير؟ هذا محمد برضه بدرس مالتي ميديا 2 2 3 3. وانت شو اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن بده يحول على الموبايل تجارة؟ ولا يهمك، كوميرس. هاي اخر واحدة فيش فيها كوما، فبالتالي انه واضح بالنسبة لك النستد ديكشنري، واخد بالك منها؟ يعني انه ديكشنري جوا ديكشنري. والان ايش بدنا نعمل؟ ريتيرن لا رندر تمبليت اسم الصفحة ليست ستودنتس HTML، وهنا بدنا نمرر له students بتساوي students. الصفحة هذه مش معرفة بطبيعة الحال، نروح بنعرفها نحطها في التمبليت students list. طبعا هذا الكلام بعد درس المرة الماضية اللي هو template inheritance، ما بديش اكرره، تمام. خدنا التمبليت الهيرتنس، صح؟ ف
نعم، بدي أنزل المحتوى هذا من الصفحة الرئيسية، صفحة الماستر. هنا Extends، وهنا أكتب اسم الماستر، آخر ماستر عملته 002. أورجي لك المحتوى تبعه. هيو في عندك HTML، Head، هاي التايتل غيرت فيه، طبعا ضفت الستايل، بعدين ضفت H1، وهنا لينك للصفحة الرئيسية. هاي الكونتنت تبعت الصفحة الفرعية حيتفرخ هنا، وهنا horizontal line thanks for your visit paragraph بهذا الشكل. فبالتالي محتوى الصفحة الفرعية حيجي. فبالتالي بدي أقول له إنه محتوى الصفحة الفرعية هاي بدي أعبيه هنا. لوك كونتنت، هنا اند بلوك. هنا احنا اتفقنا بدنا نعمله في تيبل، فبالتالي بطبيعه الحال بعرف تيبل. لاحظ انه في البي شارم بروفيشنال انه بسهل عليك في كتابه كود ال HTML. نعم، بدي اعمل تيبل row، وفي الرو هذا بدي اعرف header th. ايش العمود الاول؟ رقم الجامعة student، والعمود الثاني name، والعمود الثالث اللي هو department. طيب الآن بدي ألف على طلاب في الديكشنري، فبلزمني for loop، for key value. الكي عبارة عن رقم الجامعي std id، والفاليو هي عبارة عن ديكشنري، فخلينا نسميها std info n students لا احنا هنا مررنا هي students بتساوي students، بس هنا اسم الهذا مختلف. list students، ساعتها افترض انه يطلع معي هنا لا ايوه اسم الديكشنري هنا students. بس هنا عشان تكرار في HTML بس. اجيت يفترض ايش كنترول سبيس ايش، تمام؟ هو بربط هاي الشغلات مع بعض، انه اسم الملف مع هذا، فبالتالي بشوف ايش انت ممرر له، فبروح بجيب لك اياه في الاقتراحات. طبعا بديت فور، تنساش انه انت تسكرها end for. طبعا بدنا نلف، بدنا نعبي الجدول صف صف، فبالتالي هنا تيبل رو، تمام. طبعا هذا التاج حيتكرر لما ينبعث للكلاينت على حسب عدد العناصر اللي في الديكشنري. كان في 10 كرر 10 مرات. فهي التيبل رو ايش بدنا نعبي فيه؟ تيبل داتا. ايش بدنا نحط نعبي في اول خانه؟ رقم الجمعي. كيف اعبيها؟ student id، هو نفسه student id، بس كيف بدي اعمله؟ بدي استخدم الاقواس المزدوجه، لانه انت بتعوض على variable. الاولان الكي ما بلزمش انه انت تعمل فيه شو اسمه تعمل فيه اوف،
هلقيت هذا عبارة عن ديكشنري، ساعتها بستخدم الديكشنري هذا، وهنا بستخدم انه of name بهذا الشكل. تعال تطلع هنا انه جوا الديكشنري هذا في عندك name key والفاليو، احنا بدنا الفاليو، فبدنا نقول له of الكي name. وهنا نفس الفكرة للديبارتمنت. فبالتالي شايف الصفحة كيف زغرت، انت ركزت على التيبل وسبتك من التفاصيل الثانية، اخذتها من الماستر. هيك الفانكشن صارت جاهزة، ممكن انه نجربها. صفحة اسمها List Students. في خطأ. انت لما تلف على الديكشنري تنساش الايتيمز. دوت ايتيمز. هذا من وين اجا؟ من الماستر. هذا من الماستر، الهوريزونتال لاين من الماستر. الجدول هذا من الصفحه الفرعيه، هذا السطر الهوريزونتال لاين من الماستر، وثانكس فور يور فيزيت من الماستر. تمام، هي كل الرقم الجامعي والاسم، الرقم الجامعي والاسم بهذا الشكل، واخذ بالك؟ وعليكم السلام. طيب، حقيت هذه المعلومات بدنا نجيبها من داتابيز. تمام، فبالتالي بدل ما كانت انا عندي ديكشنري هنا، بدي اجيبها من داتابيز. طبعا في الداتابيز انا بدي ادي لك داتابيز اسمها SQLite. SQLite. نعم. طبعا انا مش هدخل لك في تفاصيل كتير في الداتابيز، يفترض تاخدها الفصل القادم، الفصل الاول. SQLite. ايش يعني لايت؟ جي اتش، بس هنا مكتوبة LITE انه للاختصار، بس لايت غير الضوء ايش بتيجي؟ اشي خفيف. تمام؟ لما يقول لك انه هذه لايت يعني خفيفة. فبالتالي SQLite هي عبارة عن داتابيز خفيفة. تمام؟ وانتو فعليا بتستخدموها. احذر وين؟ وين؟ لا لا، بتستخدموها في الأجهزة اللي انتم بتتعاملوا معها، في الجوال. نعم، فعليا لس الداتابيزز المستخدمة في الجوال SQLite، لأنه خفيفة، لأنه انت عندك الجوال ذاكرة محدودة والرام محدودة، فبالتالي بدك داتابيز خفيفة، ما تكنش داتابيز تقيلة انه انت بتتعامل معها. تمام، طبعا احنا بنتعامل مع جدول واحد فقط. تمام، فهنا بدك تعمل retrieve the data from a single table. رح أورجيكم كيف تستخدمه. هاي طبعا في عندك التول اسمها SQLite زي ما ذكرت لك. ممكن انت تستخدم تول عندك على الويندوز او حتى على الماك او اللينكس اسمها tool اللي هي SQLite.
براوزر. لو بحثت على جوجل كتبت SQL Browser بيجيب لك إياها أول واحدة. تنزيل بيجيب لك نسخة ويندوز أو ماك أو لينكس. هاي النسخة SQL Browser، SQL Lite Browser. تمام؟ طبعا هنا بدنا ننشئ الداتابيز. طبعا إنشاء الداتابيز ممكن نعمله بكود SQL، بس بدي اورجي لك اياه من خلال الواجهه. هنا واجهه البراوزر، فبتقول له نيو داتابيز، تحط اسمها، بدي احط لك اياه في مشروع اللي احنا حاطينه على المستودع، وبدنا نسميه students.sqlite. تحط الامتداد sqlite عشان تعرف انه الداتابيز هذه معموله بالنظام sqlite. طبعا هذه ما يعني هذه عباره عن داتابيز موجوده في ملف واحد، ما بتحتاج انه انت تنزل داتابيز سيرفر ولا تعمل يوزر نيم عليه ولا باسورد. والهدف منها انه زي ما حكيت انه انت تعمل ابلكيشنز بشكل سريع وتكون خفيفه. فهي خيار مناسب بالنسبه لنا انه احنا نتعامل معها. فبالتالي هي هحفظها هنا المشروع، خلي المشروع لوقت. تمام. بطلب مني انا انشأت الان الداتابيز. الداتابيز عباره عن مجموعه من الجداول. لقيت الداتابيز اللي انا انشأتها فاضيه، فبدي بطلب مني ان انا انشئ جدول. تمام. طبعا لو هذه الواجهه انت راحت منك، هاي بدي اسكرها انا. تمام. بتروح على هاي داتابيز ستراكشر، كرييت تيبل، انشاء جدول. فبتقول له هنا اسم الجدول مثلا std info معلومات الطلاب او student، نكتب، وهنا بتجيب بنعرف الحقول، لانه الجدول في الداتابيز هي عبارة عن جدول في مجموعة من الأعمدة حقول attributes. تمام. تتخزن فيها القيم زي معلوماتك انت، الرقم الجامعي مخزنة في صف، رقم الجامعي والديبارتمنت، بس كل صف انه محطوط في العمود اللي بيقابله. فهنا احنا هنعرف العمود الاول اللي هو std id، رقم الجامعي. والرقم الجامعي بدنا نعتبره النص. تمام. لانه يعني يمكن اعتبار انه الرقم الجامعي مش ممكن إجراء عمليات حسابية عليه عشان أنت تختاره انتجر. تمام؟ فبالتالي مثلا لو كانت هذه سعر شغلة، أو مثلا عبارة عن رقم معين، كمية منتج معين في المخزون، في المخزن أنت عندك، فبالتالي هذه من الطبيعي أنه هي تكون انتجر، لأنه أنت بتحتاج أنه أنت تجمع وتطرح منها. لكن الرقم الجامعي فبالتالي الأفضل أنه أنت تختاره تكست. طبعا هنا بتحدد قيود. اهم شغله انه انت بدك تحدد حاجه اسمها المفتاح الاساسي. ايش معنات البرايمري كي؟ البي كي، هي عمل لك اياها هنا. هنا بكتب لك الكود تحت، شايف؟ فهنا انشا لك تيبل اسمه ستودنت انفو، وهنا عرف اتريبيوت التايب تبعه تكست، وهنا عرف البرايمري كي اللي هو ستودنت اي دي. هذا الاتريبيوت شو معنات برايمري كي؟ برايمري كي بشكل مبسط للغاية إنه الحقل هذا لا يتكرر، الرقم الجامعي لا يتكرر. يستحيل إنه يكون في عندي أكثر من طالب، اثنين لهم نفس الرقم الجامعي، كل واحد له رقم جامعي، رقم معرف. وبالتالي هذا بينطبق على شغلات كثيرة زي رقم الهوية أو يعني الايدنتيتي اي دي وكل هاي الشغلات. فبالتالي لما تقول له زي هيك، لو أنت حاولت تدرج نفس الرقم بمنعك. هذه شغلة أساسية في الداتابيز، إنه بتسهل عليك إنه بعض الأحيان ممكن يكون في عندك خطأ تيجي تضرب، فبيكون الرقم الجامعي هذا موجود، بمنعك إنه أنت تدخل هذا الرقم. طبعاً بطبيعة الحال بما إنه برايمري كي لازم يكون نطنط، لازم تعبيه، فيش طالب ملوش رقم جامعي. تمام. وهنا الحقل الثاني نيم، اسم الطالب
طبعا طبيعة الحال text، وهنا primary key لا خلاص primary key بس attribute واحد، بتختار هنا انه يكون not null، ما فيش طالب منه شيء. فبالتالي لو اجى الموظف في القبول والتسجيل يحط طالب وعبى بس الرقم الجامعي وخلى الاسم فاضي، بمنع ادراج هذا السجل، لانه انت حطيت هنا قيد انه يكون not null. تمام. الحقل الثالث اللي هو الديبارتمنت ديبت، وهنا برضو التكست ممكن ما تحطش عليه قيود، ممكن الطالب يسجل حجز مقعد بس لسه ما تخصصش في تخصص معين، فبالتالي ممكن انه يكون الفاليو هنا نل، فبالتالي بعملش تشيك على هاي. فبالتالي هاي الكود، كود الاس كيو ال كتب لي اياه، كرييت تيبل ستودنت انفو، هاي الاتريبيوت الاول ستودنت اي دي، تكست القيد تبعه نوت نل، الاتريبيوت الثاني نيم تكست القيد تبعه نوت نل، ديبارتمنت تكست فيش قيد عليه، والبرايمري كي من هدول الثلاثه مين؟ ستودنت اي دي. تمام، اختار اوكي. تم انشاء الجدول انا عندي. فبالتالي هنا بروح على براوز داتا، هنا بيظهر لي كل الجداول، انا ما عنديش غير جدول وحيد فقط. تمام، وبختار هنا انشئ سجل جديد، تنظيف طالب جديد 1/2019/1122، حكينا انه احمد والديبارتمنت تبعته مالتي ميديا. كمان سجل هيو لحاله عمل انكريمنت، لانه هذه في خاصيه في الداتابيز انه بعمل لك انكريمنت، انه الطالب الجديد اللي بيجي بسجل وعدك بيصير هذا 22 هذا صار 23. حكينا انه محمد اجى سجل وبده تخصص علم حاسوب سي اس. واحد ثاني اجا عبد الرحمن وبده يتخصص تجارة. تمام، فبالتالي بحفظ كنترول اس بحفظ، تمام، فبالتالي هذه تخزنت انا عندي على الملف هذا. الملف هذا وينه؟ ايوه بتلقاه في المشروع انت عندك زي هيك. لو رجعت فتحته كمان مرة تتأكد انه المعلومات موجودة، هيو open with وبختار هنا SQLite. وهنا رحت على browsed data، هاي هذا التيبل، هاي البيانات موجودة. تمام، الآن بدنا نتصل هنا على هاي الداتابيز، فبالتالي بحتاج لباكج اسمها SQLite 3. بعتقد انه هي في الغالب نازله باي ديفولت، ما نزلتش بتقول له بيب انستول SQLite 3. نعم، وهنا بدنا نعرف صفحة جديدة App Root، بدنا نقول له هنا STDDB، يظهر لي الطلاب من الداتابيز. تمام،
سواء بعلاماتهم أو بعناوينهم أو حسب الجدول اللي إحنا بدنا نختاره. وبدنا نعرف std db وهنا نعمل له ريندر للتمبليت اسمه std db.html. خلينا أول نعمل connection على database. فبالتالي connection con بتظهر لك connection بتساوي sqlite.connect وهنا بعطي له اسم الملف. اسم الملف اللي عشان احنا اللي هو students.sqlite. بعديها بدي اعرف حاجه اسمها كيرسر. كيرسر يعني مؤشر، لانه فعليا انت عندك الداتابيز عباره عن مجموعه من السجلات، لازم يكون في عندك مؤشر على السجلات هذه. فبالتالي هنا كيرسر بتساوي connection من الاوبجكت هذا. يبقى انت عرفت اوبجكت من الاسكيولايت بعد ما انت عملت connect dot cursor. بعد ما صار عندك الكيرسر جاهز بتقدر تنفذ جمل SQL. تمام، جمل ال SQL بدنا ننفذها هي cursor.execute. هنا بتعطي له جملة SQL بدي احطها انا في string triple عشان اذا في شغلة انه يعملها سكيمينج لوحده. جملة ال SQL ببساطة انت بتقول له select، انت بتحدد صفوف، تمام، او عفوا بتحدد اعمدة من جدول معين. طبعا انا بدي احدد كل الاعمدة فبحكي له star، بدي اجيب كل الاعمدة. لو بدي اجيب فقط ال id وال name، بس id comma name بهذا الشكل. from بكتب اسم التيبل. طبعا انا عندي تيبل وحيد، في حال كان عندي اكثر من تيبل بدك تحدد اسم التيبل. اسم التيبل كان student info student info بهذا الشكل. بعديها بدنا نجيب كل النتائج. هاي الجملة تنفذت فبدنا نجلب كل النتائج، فبنقول له كيرسر. هنا بنخزن النتيجة في صفوف كيرسر دوت فيتش اول. فيتش اول، فيتش معناها جلب، جيب لي كل الصفوف اللي بتحقق هذا الشرط. طبعا هذا الشرط انا ممكن افصل فيه أكثر من هيك، هذا كلام انت حتاخده الفصل القادم، انه مثلا بتقول له بدي كل الطلاب اللي ساكنين في المنطقة الفلانية. فبالتالي هنا انت بتضيف جزئية وير، تمام، وهنا بده يعمل لك اوتو كومبليت انه وير انه مثلا اللوكيشن بيساوي غزة، او جيب لي كل طلاب الامتياز بدي اكرمهم انا. فبتروح تستعلم وبتقول له وير المعدل التراكمي تبعهم أكبر من أو يساوي 90 مثلا. فبالتالي أنت بتحدد معايير البحث هنا، عشان هيك أنت بتحدد النتائج تبعتك. هلقيت النتائج هذه حسب معيار البحث تبعك هنا، بتروح تجلبها كلها في هاي الجملة fetch all. قبل ما نعمل render بدي إياك تشوف كيف شكل النتائج. بدي أحطها في جملة طباعة هتطلع عندك هنا تحت. بدي اعمل برنت للروز قبل ما تعملهم ريندر. هاي نعمل ريستارت. الصفحة تبعتنا اسمها std db صح؟
هذه std db. في عندي error. احنا تمبليت لسه مش عاملينه، فممكن انه احنا ايش نعمل التمبليت هذا على السريع، مش هنعدل عليه بس انه عشان يروح الايرور بس. نرجع هنا ريفرش، مش هيطلع اشي على الصفحة. وين هتلاقي الناتج؟ ايوه هنا. ايش طبع لك اياهم؟ كيف شكلهم؟ على شكل ليست؟ لا هذا ايش؟ لا الكبيرة ليست بس جواته ايش في؟ تابلز بالضبط. تمام؟ هجيت لو غيرت معيار البحث، قلت له هنا بدل الستار، الستار معناها كل الأعمدة، باجي بقول له هنا std id comma name، مش هيجيب الديبارتمنت. وهي ريستارت، وهنا نعمل ريفرش للصفحة عشان تشوف النتيجة هنا تحت، لأنه هذا الكود ما بيتمش استدعائه إلا إذا في البراوزر عملت ريفرش لهي الصفحة. فإيش جاب لك؟ بس الاسم والرقم الجامعي. تمام؟ خلينا على الستار زي هيك، وبنيجي الآن لدورنا هنا. هاي الجملة بصير ملهاش لازمة بعد ما انت صرت عارف كيف شكلهم. نيجي للتمبليت هذا. التمبليت هذا، هذا الكلام كله بديش اكرره، بدنا نعمل extend. extends صفحة الماستر تبعتي ماستر 002. وهنا نفس الفكرة، بدي اقول له انه البلوك اللي بدك تعبيه في الصفحة بيبدأ من هنا، بلوك كونتنت، هنا اند بلوك. طبعا بدنا نعمل تيبل، حط الترويسة تبعته id، هنا name، هنا department. ممكن قبل التيبل باجي بحكي له هنا انه اتش واحد list of students، students. طيب هنا بدنا نمرر له ايش؟ بدنا نمرر له هدول الروز، فبنقول له روز بتساوي روز. فهنا بدي الف عليهم في فور لوب، فور. انا عندي الاليمنتس عباره عن تابل صح، فبالتالي ممكن افرضهم مره واحده هنا في الفور لوب. فبالتالي هنا بقول له std id name depth n rows بهذا الشكل. واضحه هذه؟ واضحة يا شباب؟ واضحة؟ فبالتالي هنا دي أعبي
تمام؟ هيك تمام يختلط. ستارت. هنا نعرض الصفحة STDDB في ايرور student info. خلينا نتأكد من اسم افتح الجدول اسم الجدول student نسيت انا مسحت لما مسحت مسحت معاه الفروم لازم الفروم ريستارت وهنا ريفرش ليست اوف ستودنتس رقم الجامعه تبعهم والتخصص والاسم تمام شباب في اي سؤال صحيح بدك تستخدم هنا بدل الجمله هذه بدل select بدك تستخدم جملة insert بالضبط والقيم من وين بدك تاخذها من form زي ما كنا ناخذ القيم هذه بالform request.form اسم الفيلد تمام تاخذ هذول القيم وتحطهم هنا في جملة insert تمام فهذه select والinsert هي عبارة عن جمل SQL SQL language انه بتقدر من خلالها انه انت تضيف على الداتابيس نعم سيلكت انت بتعرض تستعلم في الداتابيس اما الانسيرت بتضيف على الداتابيس بتعمل ادراج في الداتابيس طبعا انت عشان تسوي شغلات زي هيك بتطلب منك معرفه في الاس كيو ال انا اديتك المعرفه البسيطه انه تجلب بيانات من جدول فقط استعلام ومش طالب منك اكثر من هيك تمام في سؤال ثاني يعطيكم العافية